أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بأهم العناوين. كتابات بين إشارات تركية جيدة وتجاهل إيراني، تحركات العراق مع دول الجوار لإنقاذ نهرين، يقينة نصف مليون نسمة في ديالى بدون مياه لليوم الثاني على التوالي. شفق نيوز، حصيلة جديدة، 46 قتيلا وجريحا بين المتظاهرين وأفراد الأمن في التحرير. القدس العربي، الكاظمي يفتح تحقيقا في ملابسات أحداث ساحة التحرير بالعراق. العربي الجديد، ميليشيات عراقية تهدد بضرب أهداف أمريكية، ابتزاز جديد للحكومة. ديلي تلغراف، انتخابات الأسد مزورة والشباب يبحثون عن مهرب. فاينانشال تايمز، حركة شبابية فلسطينية وثقت الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر منصات التواصل. أهلا بكم مشاهدينا، ننتقل من العناوين إلى المقالات ونبدأ من القدس العربي ومقال للكاتب مثنى عبد الله كتب فيه: إن قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة. سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام. هكذا غرد رئيس الوزراء بعد اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني هذا الشهر. أقسم بدم الشهيد أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، هكذا قال هو نفسه حينما زار عائلة الناشطة المدنية الشهيدة ريهام يعقوب والتي تم اغتيالها في البصرة العام الماضي. أقوال بدون أفعال. مصطفى الكاظمي كان يجول طوال عام يحمل دلوا مملوءا بالأقوال ينثر منه على كل من يلتقيهم، ظنا منه أن الأقوال بلسم لكل داء، فيما تواصل الميليشيات القتل بلا هوادة، وتبقى قصة العراق وشعبه قيد التشغيل والاستثمار. وها هم العراقيون بعد 12 شهرا في ظل سلطته ومسؤوليته السياسية والأخلاقية والقانونية والدينية، لم يتغير شيء من حالهم، حتى أداة الطحن التي كانت بيد كل رؤساء الوزارات الذين سبقوه هي نفسها التي تطحنهم في الضوء والظلام في عهده أيضا، في حين تبقى الأسئلة نفسها على كل لسان تلوكها شفاه الصمت مع مرارة الصبر، لكن لا غرابة في ذلك أبدا. فمن يخرج من بين صفوف الطبقة السياسية الرثة نفسها حتى لو ألصقت به صفات الملائكة فلن يكون قادرا إلا على بيع الكلام. وعلى الرغم من أنه حاول إظهار نفسه من خلال القول إنه ضد النظام السياسي وضد الفساد والسرقات والسلاح المنفلت، إلا أنه كان يحاول إيهام الناس بأن النظام حكر على عدد محدود هو ليس منهم، وفي سبيل تأكيد ذلك أحاط نفسه بأشخاص عديمي الخبرة كانت مهمتهم تصويره على أنه محاصر من قبل الكتل السياسية رغبة منه في تكوين شعبية له قائمة على مظلوميته بينهم. لقد نسي رئيس الوزراء أن الولادة من رحم خزي العملية السياسية الممتدة منذ عام 2003 وحتى اليوم ليست مجال فخر لأحد عمل ضمنها أو في حواشيها، فكيف به وقد كان رئيسا لجهاز المخابرات؟ فهل يرسم هذا الموقع صورة له على أنه متمرد عليها ومحاصر من قبل أقطاب النظام؟ ما هي مهمة جهاز المخابرات إذن؟ أليست هي حماية النظام السياسي وزعاماته؟ ولا يتولاه إلا من هو أخلص الموالين والمؤمنين بهذا النظام؟ الكاظمي واهم جدا، لأن الوعي الذي زرعته مآسي 18 عاما أعطت إدراكا للناس أن كل رئيس وزراء هو نسخة مكررة من الآخرين.
لا يمكن القفز اليوم على أهمية الدور الأممي في مواجهة أو معالجة العديد من الخلافات والتحديات في الدول المرتبكة وبالذات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن ماذا عن العراق؟ ثم لا ندري من الذي قال للممثلة الدولية في العراق إن الانتخابات هي المطلب الأساسي للحركة الاحتجاجية، مقال كتبه جاسم الشمري في موقع مركز راسام للدراسات. العجيب أن بلاسخارت أكدت في كلمتها جملة من الحقائق المتناقضة، حيث جددت دعوتها إلى جميع الجهات المعنية العراقية إلى الالتزام بنزاهة العملية الانتخابية، وفي ذات الوقت تبين أن العالم يراقب، كما أن الضغط والتدخل السياسيين والتخويف والتمويل غير المشروع جميعها من أشد العوامل إضراراً بمصداقية الانتخابات وبالتالي في الإقبال على المشاركة فيها. فكيف يمكن تفهم الدعوة إلى الالتزام بالعملية الانتخابية وفي ذات الوقت تقول إن الضغوطات السياسية والتمويل غير المشروع جميعها تعد من العوامل الضاربة لمصداقية الانتخابات؟ فهل دورهم هو دور خبري توصيفي، أم يفترض أن يكون دورهم علاجياً ومساهماً في الخلاص من الخراب؟ هذا التوصيف الأممي يشير بما لا يقبل الشك أن الناخبين ليسوا أحراراً في ممارسة حقهم الديمقراطي، وأن هنالك قوى تجبرهم على عدم تحقيق هذا الحق الانتخابي، وأن بعض أصحاب حملات الدعاية يتعرضون لضغوطات سالبة لحرياتهم، وهذه كلها عوامل ضاربة للديمقراطية ولا يمكن معها الوثوق بنتائج العملية الانتخابية. وبعد كل هذا التوصيف للواقع والمليء بالخوف، لا ندري من أين جاءت السيدة بلاسخارت بهذا الكم من الثقة بالترتيبات الانتخابية لتقول إن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية من شأنه أن يولد غضباً وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، الأمر الذي ربما سيتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد في وقت هي في أمس الحاجة فيه إلى القوة والوحدة، وأن السلطات العراقية والجهات المعنية تتطلع بالمسؤولية الكاملة والنهائية. في العراق أول رئيس دولة يدعو إلى احتلال بلاده، هكذا يرى الكاتب هادي جل مرعي في مقالة كتبها بموقع كتابات، نستمع إلى جزء منه. حديث السيد برهم صالح رئيس جمهورية المحاصصة عن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الخارج وعن تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد يمثل بحسب رأي مناويه دعوة صريحة لسيطرة قوى خارجية غير معلومة ومتعددة على الشأن العراقي الذي يعاني ويلات التدخلات من كل صنف ولون ومن جهات الأرض جميعها وبلا استثناء، حيث تحول العراق إلى ما يشبه حال فطيم بين الرعيان، وهو مثل شهير، والأسوأ حين تناوبت الطوائف والقوميات والساسة على سرقة أمواله وتحويل شعبه إلى قطعان، وكل قطيع يتبع جهة أو زعيما، بينما نسي أمر الوطن وتحول إلى مرتع للفساد والمحسوبية. صالح يدعو إلى تحالف دولي لمحاربة الفساد، ويزمع تقديم مشروع قانون إلى البرلمان العراقي يفضي بحسب المعلن إلى استرداد الأموال المنهوبة خلال السنوات الماضية التي تم نقلها إلى الخارج أو ذهبت إلى جيوب الفاسدين والزعامات الكبرى التي تجيد عمليات النهب وتحقيق المكاسب دون النظر في معاناة الشعب الذي تعاملوا معه بوحشية واستخفاف ولا رحمة مطلقا. ويقول الكاتب: أؤيد مساءلة عامة للجميع، وعلى قاعدتي من أين لك هذا؟ حينها سيدخل السجن حتى محاربي الفساد في الحكومة. يقول الكاتب إياد الدليمي: خلفت معركة العدوان على غزة معطيات جديدة، ف
فالمعركة وإن لم تشهد نهاية هذا العدو واحتلاله، ولا يمكن لها أن تفعل ذلك وسط مواجهة غير متكافئة بين واحدة من أقوى الدول تسليحاً وقوة وقطاع محاصر يعيش في قرابة 2 مليون نسمة لا يملك من رفاهية الجغرافيا حتى ما يمكنه من تجربة سلاحه البسيط المتواضع. ولكن هذه المعركة شهدت حالة أخرى أعمق وأعقد من أي انتصار وقتي قد يحققه السلاح، وهو ما قد يجبر دولة الاحتلال على صياغة آليات جديدة للتعامل مع الواقع المربك بالنسبة لها، على حماس وبقية الفصائل المقاومة، وأيضا على كل الحركات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن يكون على قدر من الوعي أمام مخططات تفتيت ما التحم أخيرا في أثناء العدوان على غزة، وأيضا على الشعوب العربية أن تبادر هي الأخرى إلى مواصلة حالة الالتحام مع قضية فلسطين لتفويت الفرصة على بعض الأنظمة العربية. ربما هي المرة الأولى منذ اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987 التي يجد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج نفسه يخوض المعركة نفسها، المرة الأولى التي يجد فيها هذا الشعب منذ سنوات خلت بأنه كيان واحد بلا انقسام حزبي ولا انقسام أيديولوجي، المرة الأولى التي تنهض فيها مدن الداخل الفلسطيني رافعة اللواء المقاومة في متغير يدرك دهاقنة إسرائيل حجم تأثيره وخطورته عليهم. الآن وفي ظل هذه المتغيرات لا يبدو أن حكومة الاحتلال ستترك الأمور حتى تتفاقم، وهو ما بدا واضحاً في سلسلة تحركات بدأتها الدول الغربية الداعمة لدولة الاحتلال وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة، تحركات تهدف إلى تمييع القضية الفلسطينية من جديد. وقد لا يكون مستغرباً أن نشهد في الفترة المقبلة اعترافاً وتفاوضاً مباشراً مع حماس باعتبارها جزءاً من الحل، كما صرح بذلك مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل أيام. وقد نشهد أيضاً تدفقاً للمساعدات الدولية إلى القطاع المحاصر، وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرغم من تأكيده على عدم الاعتراف بحركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب الأمريكية، وسيكون لمصر دور أكبر في احتواء حماس وفصائل المقاومة. وفي مقالة شدد الكاتب على وجوب أن تحافظ الفصائل الفلسطينية المقاومة على الوحدة التي تحققت مؤخراً كي تكون حصناً وحلاً للقضية الفلسطينية وأن تكون حصناً منيعاً أمام الأطماع الصهيونية. ثلاثة شعارات شكلت عنواناً لإعادة تشكل الوعي السياسي الفلسطيني في ستينيات القرن الماضي. أولاً، كل البنادق نحو العدو. ثانياً، الوحدة الوطنية مع المحافظة على التعددية السياسية والتنظيمية. ثالثاً، القرار الوطني المستقل. ثلاثة شعارات بسيطة شكلت كيمياء استعادة روح الصمود والمقاومة التي تشظت بعد عام 48 و900 وألف، فاستعادت فلسطين وحدتها الشعبية، وتحول المزق الاجتماعي الموزع بين البلدان المجاورة والمناطق المقفلة إلى شعب يمسك قضيته بيديه. لم يفهم العنصريون الإسرائيليون لماذا كل هذا الضجيج حول بضعة بيوت؟ سبق للإسرائيليين أن صادروا واستولوا على ألوف البيوت الفلسطينية التي تفوقها أهمية. لم يفهموا لأنهم رفضوا دائماً أن يروا في الفلسطيني إنساناً، فتعاملوا معه كفائض يمكن التلاعب به. في أيار هبت فلسطين مستخدمة كل الأسلحة المتوافرة من الحناجر والقبضات المرفوعة والحجارة والدواليب المشتعلة إلى الصواريخ. لم يفهم أحد كيف توحدت فلسطين من جديد وأمحت الحدود الجغرافية بين القدس والضفة وغزة والجليل والمثلث
والنقب والشتات. لا أعرف ما رأي السلطتين في هذه القراءة العمياء، لكن ما أعرفه هو أن الشعب بكل فئاته قرأ في كتاب واحد هو كتاب نكباته، وفهم أن المقاومة وحدها توحده، تماماً كما حصل في معركة الكرامة عام 1968. فالوحدة تتم في أرض المعركة، ويتم إعلانها اليوم بالنضال والدماء التي سالت في غزة والبيرة ونابلس والخليل واللد ويافا. هذا هو درس انتفاضة القدس. لا بد من قيادة موحدة تضم جميع المناضلين، قيادة تطيح لغة زمن الردة والتنسيق الأمني واتفاق أوسلو الذي أسقطته إسرائيل والخضوع للإملاءات الأمريكية، قيادة تضم فتح ويتصدرها الأسير المناضل مروان البرغوثي وحماس والجهاد والجبهة الشعبية وكل من يريد أن يقاوم من فصائل وحركات شبابية، وتنسق مع فلسطيني داخل الداخل الذين هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن هنالك دعماً متزايداً لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة مع تزايد السخط على السلطة الفلسطينية هناك. وفي مقال لكيم سيكبوتا تنقل الصحيفة عن سمير عوض من رام الله أنه يشعر بالغضب عند التفكير فيما سيحدث مستقبلاً، وقوله: لا أمل هنا، فقط الغضب، هذا ما يشعر به معظمنا. الشباب الفلسطيني يلقي باللوم على كل من المجتمع الدولي والقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية لعدم الوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية، ومع أن قيادة السلطة الفلسطينية ممثلة بعباس دعت إلى الاحتجاج على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هنالك شكوكاً عميقة بين كثيرين من أن عباس البالغ من العمر 85 عاماً لا يوفر القيادة اللازمة. أسهم حماس ارتفعت في مقابل انخفاض أسهم عباس مع تزايد عدد الذين يعتبرون الحركة على ما يبدو المدافع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، المقاومة الحقيقية المستعدة للقتال ضد إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مواطن آخر قوله: كنت أؤيد فتح، أنا من عائلة تؤيد فتح، لكن لم أكن أؤيد حماس في الماضي، لكن يمكننا أن نرى كيف يقفون في وجه إسرائيل. التقرير إلى استطلاعات الرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية بأن 32% من الناخبين الفلسطينيين يؤيدون حماس، مقابل 17% فقط لحركة فتح التي يتزعمها محمود عباس، وأيد 13.9% محمد دحلان منافس عباس. ونقل التقرير عن السياسية الفلسطينية حنان عشراوي قولها: في هذا الصراع عرضت حماس نفسها على أنها تمثل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وليس فقط في غزة، وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير. كان الكثير من الناس يحملون العلم الأخضر في القدس ورام الله، وهذا لم يحدث من قبل بمثل هذا التعبير الواضح عن التأييد. أصبحت مسألة الأجسام الفضائية المجهولة والمعروفة بالأطباق الطائرة تشكل أمراً جدياً لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت باعتبارها قضية أمن قومي بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أنشأت في الصيف الماضي فريق عمل خاص بالظواهر المجهولة تتركز مهمته في اكتشاف تلك الأجسام التي من الممكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي وتحليلها. ونقلت الصحيفة عن جون بوديستا كبير موظفي الرئيس الأسبق بيل كلينتون إن نقاش هذه المسألة كان نوعاً من الأشياء التي تنهي الحياة المهنية،
وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمنت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بنداً يدعو مدير الاستخبارات الوطنية للمساعدة في إنتاج تقرير غير سري عن كل ما تعرفه الوكالات الحكومية عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية. نتابع معا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم اليوم. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا، نلتقيكم على خير وإلى اللقاء.